فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كنع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة صلى الله عليه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فتلقد الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
بركات الهادي محمد يا الله.